السلام الله عليكم ورحمة وبركاته محترمين اليوتيوب. ايه اللي عملته امال اللي عندها 48 سنة اللي تظهر صورتها قدام حضراتكم دلوقتي، وكمان الراجل العجوز محمد اللي عنده 58 سنة وشغال سواق، لكن ده العشيء الاولاني. طب الصورة اللي هنعرضها بعد كده العشيء رقم 2، احمد اللي شغال سمكاري سيارات وعنده 38 سنة. اتفقوا هما التلاتة ان هما ينهوا حياة رجل اعمال يعني على قده كده، لكن قاعد لوحده جار امال. الراجل ده عنده 75 سنة. يعني ايه؟ يعني امال تخطط مع محمد واحمد ان هم يخطفوا الراجل ويخنقوه ويقتلوه ويطلبوا فدية من اهليته وبعد كده يرموا وسمانه. طب ايه قصة الفدية؟ الفدية علشان لو سابوا المجن عليه فاكيد هو هيتعرف عليهم وهيبلغ عنهم ويتم بقى ايه حبسهم او يتم الانتقام الشخصي منهم، علشان تبتدي الحكايه من منطقه كرداسه. عرضنا لحضراتكم صور وهنعرض لحضراتكم المقتضيات اللي جرت بيها القضيه. هنا بدايه الراجل الكبير اللي هو المجن عليه اللي عنده 75 سنه، الامال هي اللي خطفته ربة منزل وعندها 48 سنة بالاشتراك مع العشيق الاول والتاني، واللي اتقتل كان العشيق رقم 3. طبعا في ثروته لما قررت ان هي بمعاونة الصادقين اللي قلنا حرقهم على اسمائهم وطلب فدية من الاسرة وهيقتلوه ومش هيرجعوه تاني، وبالفعل قدروا ان هم ياخدوا الفدية، كانت مقابل 150,000 جنيه. وهنا اللي بلغ عن اختفاء والده الابن الكبير لحد ما دفع الفلوس، وبعد كده ينتظروا ان الراجل يرجع ما يرجعش، وبيبصوا لقوا ان في اهالي لقوا الجثمان في مقابر 15 مايو محروق. يعني الراجل المجني الله يرحمه الله يرحمه بعد ما اتقتل بالخنق حرقوه. هنا طبعا اتوجه الابن الاكبر للحاج اللي توفى اسمه سمان، اسمه ايه؟ سمان. والراجل ده عنده 75 سنه. الابن لما حرر البلاغ بيقول ان انا فوجئت برقم تليفون غريب بيتصل عليا وبيقول له لو انت عاوز ابوك يرجع هات لنا 150,000 جنيه. في الوقت ده ما تواصلش مع رجال الشرطه ولا بلغ، فضل يتمادى معاهم لحد بالفعل ما وصلهم ال 150,000 جنيه بطريقه العصابات. اسيب لنا الفلوس في كيس اسود في المنطقه الفلانيه ويمشي واحنا مراقبين. وبالفعل قدروا ان هم ياخدوا الفلوس في شنطه سوداء كانت 150,000 جنيه. لكن هنا لما بلغ مفيش حد يعرف حاجه عن المجني عليه اللي هو والده سمان، وهنا بدات التحريات تشتغل على قدم وساق. هنا التحريات اللي اجريت توصلت ان الست اللي هي امال دي ست شمال، تمام؟ يعني احنا مش هنخفف بقى ولا يعني هناخد بخاطر الالفاظ، لا ده هي سيده شمال من السيدات اللي هم الغانيات اللي هم بيمارسوا الرذيله، والست دي كانت مشهوره قوي في المنطقه واستغلت ان الراجل ده قاعد لوحده، وكانت بتروح له على غرار انها بتلبي له طلباته بتشتري له حاجه محتاجه، لكن كانوا بيقيموا العلاقات الغير مشروعه. هنا طبعا بدأت انها تخطط مع العشاق التانيين، لان الست دي كانت سيرتها على كل شمال، جابت اللي هو محمد السواق وجابت احمد اللي هو السمكري، واتفقت معاهم ان هم يخطفوا الراجل ده وينهوا حياته. طيب مقتضيات الامر ازاي والجريمه تمت ازاي؟ اتصلت عليه علشان تمارس معاه العلاقه في شقه من ضمن الشقق ان هي الخاصه بالمتهمين التانيين، وخاصه اللي هو الراجل السواق اللي اسمه ايه؟ محمد. بالفعل الراجل العجوز راح اللي هو سمان، لقاها منتظراه ولقاهم هما الاثنين منتظرينه. طبعا يعني ما بثوش الخوف فيه، قالوا له مثلا يعني خلاص يعني لهم لغه كده يا جماعه يعني بالدور وبتاع. فهنا طبعا الراجل انتظر دوره فقدموا له عصير، وكانوا حاطين فيه يمكن كميه كبيره جدا 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 من البرشام، مش هنقول اسم الدواء علشان برضو يعني لعدم الانتشار، وامال هي اللي كانت قايمه بالدور كله. هنا الراجل اخذ العصير وشرب، حط له شريطين، الراجل ما فقدش الوعي. طب عايزين نخلص يا امال، طب يلا يا محمد يلا يا احمد. بدأوا ان هم يخنقوا الراجل، وبالفعل بعد ما توفى وخنقوه قدروا ان هم كانوا مجهزين عربيه مسروقه، عربيه مسروقه علشان يضللوا كل الناس. شالوا جثمان ونزلوا في العربيه واتجهوا الى منطقه المقابر الى 15 مايو ورموا الجثمان، ويمكن سكبوا عليه كميه كبيره جدا من البنزين او يعني المواد الحارقه، وبعد كده ولعوا في الجثمان ومشوا. طيب الغريبه ان الزوجه اللي هي العشيقه دي اللي هي امال هي اللي انهت اخر دقائق في حياه
الحاج سمان، يعني بعد ما خد المواد المخدرة او العقاقير اللي في المشروب بتاعه كان فايق وكان لسه ما ماتش. تخيلوا من جرم الست دي انها مسكت مخدة وفضلت حطاها على وجهه وكتمت نفس الراجل لحد ما لفظت انفاسه، وبعد كده شالوه من منطقة كرداسة، وكانوا سارقين عربية من منطقة العمرانية وحطوه في العربية وطلعوا بيه اتوجهوا إلى منطقة مقابر 15 مايو بحلوان وأحرجوا الجثمان، وبدأوا إن هم يتصلوا بابنه وطلبوا منه فدية 150,000 جنيه. الابن خاف على أبوه، بالفعل قدر إن هو يوفر المبلغ، وقدروا إن هم بطريقة ما إن هم بقى يعني على غرار بقى شغل الأفلام واخدوا ال 150,000 جنيه. وبعد كده التليفونات اتقفلت واغلقت، وعلشان كده اتوجه الابن الكبير للمجني عليه لقسم الشرطه وحرر المحضر. وبعد كده بدات بقى من خلال تفريغ الكاميرات ومن غير من خلال فرز العلاقات والتحريات اتاكدوا ان الحاج سمان الله يرحمه كان ليه علاقات يعني غير شرعيه مع الست دي اللي هي امال، وكانت سيرتها سابقاها، علشان كده تم القبض عليهم. انكروا في البدايه، انكروا الثلاثه، انكروا ومناش خالص وما عملناش وما سويناش، لكن بمواجهتهم بتفريغ الكاميرات وشهود العيان انهاروا واعترفوا اعترافات تفصيليه ومثلوا الجريمه كمان. القضيه دي كانت من فتره، لكن احنا النهارده بصدد الحكم بنبشر حضراتكم نقول لكم ان الثلاثة تم تحويل اوراقهم لفضيلة المفتي علشان يكونوا عبرة لمن لا يعتبر. طب احنا جينا لوقت النصيحة وان احنا نقدم الدروس المستفادة. يا ريت يا جماعة الناس اللي كبرت في السن بقى، يعني لو عاوز تعف نفسك تتجوز مثلا سيدة تقضي حاجتك واحتياجاتك، وطبعا الجريمة مهما كان مرتكبة بيتمتع بالذكاء وقدرة خارقة، فده طبعا يعني ربنا سبحانه وتعالى هو الحق، ربنا سبحانه هو الحق، ومفيش حق بيموت وراء مطالب، ومفيش جريمة بتندفن، يعني مفيش جريمة بتتأيد ضد مجهول حتى لو بعد سنة أو بعد اتنين. وسردنا لحضراتكم قضايا كبيرة قبل كده، ربنا سبحانه وتعالى بيظهر الحق. التلاتة اتحولوا لفضيلة المفتي ورحم الله الحاج سمان. بس يعني الحاج سمان يعني انت راجل عندك 75 سنة بتبص الحاجات دي يا عم الحاج، يعني المفروض انت رجلي في الدنيا ورجلي في الآخرة، المفروض تعمل بقى الايه لآخرتك، ها كأنك تعيش أبدا، واعمل لدنياك كأنك تموت غدا. فطبعا كل العلاقات المحرمة بتكون النتائج بتاعتها وخيمة، وبالذات كمان يعني الأشخاص اللي بتبقى مجهولة الهوية، يعني خلاص هي استغلت ضعف الراجل ووهنه إن هو موجود جنبها ومفيش حد بيسأل عليه. دي الكلمة اللي أنا عاوز أتكلم فيها، مفيش حد بيسأل على الراجل. الأبناء والبنات يا ريت ناخد بالنا من أولياء أمورنا، من أبهاتنا من أمهاتنا، وبالذات الناس الكبيرة ما ينفعش إن هم يقعدوا لوحدهم، بغض النظر إن هو يعني اقترف الجرم ده، لكن هو دلوقتي في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى والرحمه بايد ربنا والمغفره بايد المولى عز وجل. لكن يا ريت نود ابهاتنا امهاتنا الناس اللي كبرت في السن، ما نقولش بقى ان هم قاعدين لوحدهم، لو ما قدرتش ان انت تودهم خدهم يا عم وروح لدار مسنين على الاقل نكون مطمنين عليهم. رحم الله الحاج سمان ودول اخذوا عقابهم، ودايما دايما الجريمه بتكون نتيجتها وخيمه والجريمه لا تفيد. لو وصلتم على نهايه الفيديو فاحنا ممنونين لكل الحبايب اللي دايما متواجدين معانا، وحبينا بس ان احنا نقول لحضراتكم اخيرا المحكمه قالت كلمتها واذلت الصلاه بتحويل اوراق الثلاث متهمين لفضيله مفتي عشان يلقوا عقابهم. نورتوني بجد وشرفتوني، كان معاكم اخوكم مجدي البلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.